أيمن زروق. أهلا وسهلا، مساء الخير، مرحبا بالجميع. حلقة جديدة من سبور بلوس في الموعد الرمضاني، حلقة 28 مارس 2023. تحية كبيرة لكل المتابعين ولكل المستمعين. ما بعد فوز هلال الشابة على الجامعة من جديد في أروقة التاس، النجم الساحلي هو المتضرر الأكبر، وهدف الياس الشتي القاتل أنقذ الترجي من تحول لقب البطولة إلى المنستير. عودة لقرار التاس هذايا اللي لن يغير شيئا في خصوص بطولة موسم السنة ومقعد صاير في موسم السنة. وماذا تجهز الشابة وشنو القضية اللي حسب ما يقولوا في نص البلاغ متاعهم أنها ستعيد الشابة من جديد إلى الرابطة المحترفة الأولى؟ بعد شوية يكون معنا سيد توفيق المكشر رئيس هلال الشابة، نفهم من عنده أكثر في خصوص هذا الموضوع. نحكيه على المنتخب الوطني التونسي ومباراة ضد ليبيا هذا المساء، 9 متاع الليل تونس ليبيا، تشكيلة المحتملة وتعويض كل من يوسف المساكني ومنتصر الطالبي علي غرام وحمدي العبيدي. لكن لماذا غاب ديلان برون على هذه الرحلة؟ نحكي وزاد على مجموعة من الإضرابات في فرق تخوض مرحلة البلاي أوف، هذا وغيره من أخبار ومن تفاصيل. مرحبا بكم في سبور بلس. تحية لكل فريق الأعداد، ويسام في العمل الصحفي، تحية لخليلو في الإخراج، إيهاب وسوفيان في الإي إف إم تي في، وأيمن الوافي في السيت ويب وفي الديجيتال. معكم أيمن زاروخ في ساعة من زمان باش نرافقكم فيها، كذلك رفقة الثنائي في البلاتو عائلة السليمي موجودة بامتياز كل يوم، البارح عادل اليوم سمير. مساء الخير، مرحبا سي سمير. مساء الخير. نقص لطفي السليمي، شكون مزيان نقصه؟ مرحبا يا فرنسا. لا خليت له البلاصة البارح، قعد غادي، قعد هنا هو ثلاثة مرات غلط في عطمه، قل له عادل، قلت له سامية. لا خليت له البلاصة البارح وانا غبت يلطيف باش ما يقولوش يا زوز معناها هو قالوا راه تهنى اما البارح ما جاش داخل كونفليدنتيري كونفليدنتيري اما ما عجبنيش البارح، يبسس شوية هكا يتكلم بشوية سياسة وكذا، دبلوماسية سامية عادل السليمي باعتبار انه مازال يحب يعمل كارير في على مستوى التدريب، ربي يوفقه. معناها الصراحة ديريكت ما قال هيش عمل فازيت عادل سليم كي كان يلعب شوية تمويه، شوية فان، شوية لعب على الكلمات، حاولت بقدر المستطاع باش نخرج منه ما نجمش. سمعتك تبربش فيه وما حبش بو إلى ريزون بيان سور، يلزم يكون هكاك دبلوماسي، ما هوش قد كيما أنا معناها كيف كنت معناها فهمتني. وبيناتنا راهو كان جاي مازال متعاقد، عنده التزامات والله اللي يجيك يمشي البلايص اخرين وانت ما يجيكش لهنا، اما باعتبار انه ولا معناه حر طريق من كل التزامات تعاقديه وقتها ولا عنده الحريه باش يجي للي يفهم. يا خويا انت ان شاء الله ديما هكا في فورما كيما في رمضان، والفهم يفهم. مرحبا بك سمير. يا اخي عمي ما عيطنالوش، عطانا كلمه يمشي ومن الغدوه مشي الاذاعه شقيقه. مرحبا بك سمير، كذلك رافقنا وليد قرفاله. مساء الخير. اهلا بك، مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين، الناس اللي تابعوا فينا على FM TV وعشان متاعنا على اليوتيوب. مرحبا بسمره مترشق يا خويا، دخل داخله تعرف مفورم، دخل داخله اللي يلعبوا بلاي ستيشن يعرفوا فلاش احمر، دخل داخله كيما خويا كان ماتش تاع كاناري ديفيلز في 91 وقتاش باش تشوفها الجورني فيفا وقتاش؟ لازم دعاء، لازم دعاء. اللهم بلغنا نهايه جورني فيفا، اللهم بلغنا عوده الشامبيونا والبريمير ليج والتشامبيونز ليج. يزي من جورني فيفا تعبنا. تخيل انت حاجه على ماتش اذربيجان ومالطا وليشتشتاين وضد سان مارينو ولوكسمبورغ. اللهم بلغنا نهايه، اليوم مازالش مازال نهايه هذا الاسبوع ترجع تشامبيونز ليج. اليوم اخر يا ربي على جورني فيفا مطولها وقديش ما فيهاش ماتير ومعنا ما نحكيو فيها. مرحبا بك وليد. شكرا. ومرحبا بسمير السليمي. فاصل قبل لا نفوتر فيك اخبار الطرقات مع صديقتنا ملك. مرحبا ملك. على EFM احلى غديو. اهلا وسهلا من جديد، وماضي 3:18 دقيقه. البدايه بقرار التاس والكونفليم بين الجامعه والهلال الشابه. لانفو دي جور، القرار متاع تاس وليد قرفيلة، إذا كان لخصه للناس الكل ونلخصوه
هو تأكيدا للقرار الأولي اللي يصدر في آخر سبتمبر الفارط بالإبقاء على هلال الشابة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في الموسم الحالي اللي هو 2022-2023 بعد القضية اللي صارت في موسم عام ناول في بلاي أوف عام ناول. اليوم جاء التأكيد هذا لن يغير شيئا في المستوى الحسابي على مستوى النقاط في هذا الموسم، لكن فيه برشا عبر ونجم نعتبروه انتصار قانوني ومعنوي جديد لهلال الشابة ضد الجامعة. أي بالطبيعة نقول رجع الحق لصاحبه الحقيقة كما في كل مرة، مرة أخرى الهيئة تاع هلال الشابة، وخلينا نقوله الرئيس توفيق المكشر ينتصر خلينا نقوله بالضربة القاضية على الجامعة التونسية لكرة القدم. الحقيقة مرة أخرى يأكد فريق الهلال الشابة أنه على المستوى القانوني على المستوى الرياضي ربما ما خلاهوش يوري الإمكانيات متاعه رغم التضحيات الكبيرة اللي قامت بها الهيئة واللي قام بها الرئيس، لكن على المستوى القانوني كمشينا للقانون الدولي في كل مرة هلال الشابة هذه للمرة الثالثة والرابعة تاون بعد مع سي توفيق قلنا هذا الانتصار رقم قديش، نحكي كلجنة استئناف وتاس، ما نحكيش كرابطة وتاس لأنه كان باش نحسبوا القضايا والخطايا اللي عملتهم الرابطة للشاب سمير لا تحصى ولا تعد كما يقولوا. دونك مرة أخرى هلال الشابة ما يلقاش حظه على المستوى الرياضي لكن على المستوى القانوني يوري القوة متاعه، يقوم بتضحيات مالية كبيرة برش، وهنا الحقيقة من نجمه كان نشكر الرئيس متاعه ونثمنه التضحيات الكبيرة على المستوى المادي، مش سهرة وسمير في كل مرة باش تمشي للتاس وتحط الفلوس اللي تتحط واللي هي مبالغ كبيرة برشا وبالعملة صعبة ما هيش حاجة سهلة، لكن الغاية ربما تبرر شيء اللي عملته شابة واللي عمله هو حكم زادة بالتعويضات هذي زادة نجمه نعتبره اهدار لمال الجامعة في كل مرض مصاريف التقاضي تقريبا 400 مليون كان عند الرقم الاكزاكت لا لا مو كبيره برشا، يمكن توا بالقضايا الكل تجاوزت يمكن نكاد لك حتى يمكن تنجم تخلط المليار من اموال الجامعه، تنجم تخلط المليار تنجم تخلط المليار اللي هو مبلغ مو شويه. هنا على غالب الحسابات انت حكيت على الجامعه الحسابات الشخصيه واللي جو اللي نحكيه عليه في كل مرة متاع الشخص هو اللي يغلب على المصلحة العامة والمصلحة تاع جامعة التونسية لكرة القدم. من نجمه كان نهنيو هلال الشابة ونحييوها ونشوفوا شنو باش تكون نهاية المسلسل، لأنه يبدو أنه فما حلقات جديدة وحلقات أخرى قد تكون أقوى من الحلقات اللي شاهدناها حتى الان. وفي البلاغ نتاع هلال الشابة تم اعلان ذلك صراحه، هذيك علاش باش ناخذوا معنا بعد شويه سيد توفيق المكشر نفهم من عنده اكثر تفاصيل، فقط قبل هذا ناخذوا راي سمير في خصوص القرار نتاع البارح عملناه ونتذكروه بالكذاب في الوقت هذا داير في رمضان وقت المشكله صارت خذينا وقتها القانون من هوني ومن هنالك القراءات القانونيه وقتها الهيئه القانونيه للشابة والهيئه القانونيه للنادي الافريقي، ثم مشينا وقتها للجنة قرارات الرابطة ثم قرارات لجنة الاستئناف التي أكدت كالعادة قرارات الرابطة، ثم مرة أخرى التاس تنقذ القرارات نتاع الرابطة ونتاع الاستئناف. شو نجمو نستنتجو سمير؟ عديد الأشياء، عدد كبير من النقاط. أولها أنه ما ضاع حق وراءه طالب، الإنسان كيف طالب بحق ويمشي إلى الآخر فانه ربي ينصفه. اثنين الامكانيات، لاني متاكد انه فما نوادي اخرى ما كانتش قادره ان تمشي للطاس وتصرف المصاريف هذه كلها. هلال الشابة في شخص رئيسها عنده الامكانيه باش ينجم يدافع على حقوق الفريق نتاعو، لكن فما انديه اخرى وهي كثيره تحب تمشي وتشوف بعينيها وتموت بقلبها، ما تنجمش لانه الامكانيات نتاعها الماديه ما تسمحش. ثلاثه والكناس نحات اي ولا. والنقطه الثالثه مما دام مصداقيه ونزاهه وكفاءه اعضاء الرابطه في المواضيع القانونيه الاشكاليه ولجنه الاستئناف المره الثانيه هذا هو. فبالتالي الاعضاء نتاعها لابد انهم باش يتسائلوا نوعا ما، على انا ما شككش في كفاءتهم القانونيه، هذا ماهوش مجال الاختصاص نتاعي، ولكن وقت اللي نشوف كم الهائل اللي قال عليه وليد انا ما نحسبش قداش من قضيه خسرتها، فبالتالي لابد من وضع عدد من نقاط الاستفهام والتساؤلات.
والنقطة الأخيرة وهي الأهم، أوروزمو في المقدمة اللي قال عليها زروق أنه ربما القرار هذا ما عندوش تداعية كبيرة على مستوى الترتيب ومستوى الأمور هذه كلها، ولا كانت تكون ربما مشاكل كبيرة برشا. وتكلمت عن نجم ريال السياحي باش نرجع له بعد شوية على ترتيب عامني وراه الترتيب تاع عامني والغالط ترتيب غالط وكنا نجم نتفاداو كارثة ونقاط الحوافز. تكلمت قلت لي فما أندية بتاتر تنجم تشكي وتقول نرجعوا ما دام القرار هذا الحكم عند فيه تطعن حتى في الترتيب في مصداقية الترتيب وكل هذا. لا نحكيو على النجم الساحلي والنادي الافريقي خاطر بالترتيب الجديد توا بالقرار يولي النادي النجم الساحلي هو ثالث الترتيب وهو اللي يلعب في كاس الكاف في حين انه سنين النادي الافريقي هو شارك في كاس الكاف هو بنيته كما لعبوش خي شكون النادي الافريقي والله العظيم مصاريف زايده جات في المصلحه تقول انت والله جات في المصلحه بالنسبه لي طول وحكينا في الموضوع هذا الهاء وبالريكروتمون وبالامور هذه والكلوب الهاء تخلص في الديون نتاع الجامعه باش تدخل الكاف يا اخي وصرفت في جوان قريب 3 مليارات ونص حاسلوا موضوع اخر لا الى وين هكا وين ماشيين بالشيء هذا الى متى احنا هكايا والحكايه مازالت مش تعاود مره اخرى علاش ما يكونش عندنا فهمتني ولا لي زانستانس نتاعنا اللي يتكلموا عليها على مستوى وزاره الشباب والرياضه وتكونوا يكونوا معناها قرارات مستقلين بالرسمي مستقلين مش لانه كما تكلمنا على الامكانيات الماديه توا الشباب ربي يزيدهم وكذا انهم مشاو للتاس فما جمعيات اخرى ما تنجمش ما دام مصداقيه البطوله مدى مصداقية الترتيب هذا كلها يتحطوا في عين الاعتبار لابد من المراجعات جذرية على كل المستويات. ما تعتقد الحقيقة أعضاء لجنة الاستئناف والرابطة يعني الحقيقة الكل يقدموا استقالتهم فورا ودون تردد لأنه الحقيقة أقل ما نجم يتقال على كونه فضيحة وراء فضيحة وهزيمة مداوية وراء الهزيمة في كل مرة مواضيع معناتها تاخو بوليمي كبيرة وتثير الحبر وتصبح حديث وسائل الإعلام والرأي العام التونسي والعربي والإفريقي أنكور اون فوا ينهزموا بالضربة القاضية فذرة كرامة تسمح لكم أنكم تستقيلوا فورا ودون تردد. ناخذوا معنا سيد توفيق المكشر نقدموا شايف الديباج باش نرجع لك وليد. مساء الخير مرحبا يا سيد توفيق. مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين معك وبالضيوف معك. مرحبا اهلا وسهلا. باش نمشي معك لبلاغ هلال الشابه ثم فقره تقول انه هلال الشابه تواجه مره اخرى للتاس في قضيه جديده فريده من نوعها ستهز عرش الجامعه وستكون بمثابه الضربه القاضيه التي ستعصف بالجامعه وبرئيسها. هذا ما قلتوه في نص البلاغ في الصفحه الرسميه نتاعكم. شنو نجم نعرفوا على القضيه هذه؟ ما هي هذه القضيه وكيف ستعصف بالكره التونسيه وبالجامعه؟ والله القضية هذه بطبيعة الحال خاطر احنا لقينا رواحنا مرة أخرى في الدوزيام ديفيزيون وتعرف أنت القانون هذا نتاع البلاي أوف والبلاي أوت معناها ما تعمل توا هذه التروزيام سيزون ولا الدوزيام سيزون تاعهم عاملينها ديما سبيسيالمون على الشابة. مي احنا الشابة من نهار تخلق البلاي أوف والبلاي أوت لعبنا البلاي أوف والبلاي أوت أنا كل مرة معناها من فيفري نلقاو رواحنا على برا مالوريزمون. الجامعة القضية هذه الخلالية اللي ربحناها البارح نحن المسؤول فيها الأول والآخر هي الجامعة وشكون نعطى المسؤولية وحدد المسؤولية هذه كون الجامعة هي المسؤولة لأنك أنت تعرف تبدأ عندك نزاع مع التاس فما أطراف والأطراف هي تخلص. احنا التاس على الأول طلبت من الأطراف الاثنين اللي باش يخلصوا طلبت منا احنا باش نخلصوا اشتر لتعبنا هي اشتر المصاريف من 22 فرنس سويس مع نحنا وطلبت الاشتر الاخر 50% الاخرين من عند النادي الافريقي الكلوب افريكان وفي الحكم تاعها حطت المصاريف الكل على الفيدراسيون رغم من الاول ما طلبتش من الفيدراسيون باش تدفع. احنا طبعا نزاع هذا جديد مع الفيدراسيون الفيدراسيون باش تدفع 50% احنا 50% ونعرفوها الفيدراسيون باش مش تقبل ومش تدفع الشابه الى الشابه كالعاده. مي المصاريف التاس حملت المسؤوليه الكل في النزاع هذايا وفي سوء التصرف وفي الدنيا كل الفيدراسيون. احنا الحكم هذا يساعدنا اكثر منه للقضيه الجايه كل القضيه هذه لانه هذه تو كيما كنتوا تحكيوا كونه النتائج نتاعها احنا الشامبيونات لعبت واحنا رجعنا في اخر نهار وما حبش يعطينا معناها حقنا باش نعملوا دي ريكروتمون ما حبش يعطينا حقنا كيما كاتبته على خاطر الوزاره طلبت منه باش يوقف الشامبيونات ويوخرها حتى يعاود يحطنا في القرعه حطنا هو في القرعه كيما حب انا في البول هذيك. معناها الطلبات نتاعنا كلها تحطت على جنب ولقينا روحنا نحن قدام امر نقضي وخدم لعبيه خذيت من اخر نهار اللي سيتي لو ديرني جور قبل من 24 ساعه خاطر عندي قبل ما تنطلق البطوله عم ناول خذينا الشيء هذا.
تعرفوا انت ويعرفوه التوانسه ويعرفوا الناس الكل كون شابه مستهدفه كون لوفي با شابه مستهدفه معناها باش تقول لي رياضيا بتاتر ولا اما شابه مستهدفه معناها في مخ في العقل نتاع الهيكل الرياضي ونتاع المسير ونتاع رئيس الجامعه عنده حاجه برك. المهم الشابه بالنسبه لي هو ما تكونش موجوده في الرابطه الاولى وما تكونش حتى في الرابطه الثانيه ما عادش حاسه باش يسمع بالشاب لان الشابه عندها مشاكل عندها مع قضايا في التعويض كما كان يحكي توا سامر خاطر احنا عندنا قضايا كبيره في التعويض مشهوره في تونس وعندنا قضايا احنا حتى القضيه هذه بطبيعتها مش يتبعها قضايا نتاع التعويض يعني احنا قادمين فيه وريد نلعب ما تلعبش. اليوم الشابه تجي تلقى روحها معناها مقابله ما عندها حتى اختيار عندها غدوه تصبح تلعب ما عملت حتى ماتش اميكال حتى جمعيه اليوم تو نحن نسمع يقول لك معناتها الجمعيات بتدرك امكانيات فما جمعيات لو عندهم امكانيات ما يمشيوش للتاس لانهم خايفين من الجامعه لانه يعرف كونه عنده احكام تاع لاعبيه مرقدتهم له الجامعه لانه يعرف كون الجامعه سبقته فلوس لانه رئيس الجامعه عنده عليه تاثير مباشر غير مباشر معناها الا غالب معناتها غول مسيب غول فما ناس تخاف غول مسيب معناتها تجي رئيس جمعيات يحكيوا معايا انا نوع وكي تشوف على الواقع نوع وان كان توا فما برشا عديد رؤساء جمعيات مشكورين وبارك الله فيهم قبلوا باش يشدوا معنا في التاس في قضيه جديده احنا قضيه جديده نتاعنا من تونس من تونس رؤساء جمعيات من تونس من تونس من تونس ومباشرين توا بارك الله فيهم معناها قبلوا لانهم توا فاقوا في الوضع ما عادش احنا كل مره مش نقدروا نربحوا في الـ في الـ في الجامعه احنا نجيو راك شفت هو يعمل لي معناها الاذاعات ويعمل لي الدنيا الكل ويخرج واحنا والشابه وما عنده ونتوس بالقضايا هذه نحن شوف بيزافوكا سويس قبل ما يقول لك القضيه راه يقول لك احنا قضيه باش نربحها ولا سي با لافان باش ناخذوها. القضيه الجديده هذه سي توفيق المكشر اللي هي القضيه الثالثه اللي حكيتوا عليها قلت انه فريق الدفاع التونسي والسويسي لا شغال حاليا بشكل متواصل على الملف الجديد حتى يقع ايداع مستندات الاستئناف قبل اجل 11 افريل 23 الذي حددته التاس كاجل اقصى للايداع هو ملف فريد من نوعه سيعاجل بنهايه جامعه ما وصفتها بالفساد والمفسدين. ماذا ممكن أن نتعرف وإلا باش تكون أمور سرية ما كنتش باش تحكيوا عليها في وسائل الإعلام، شنو هو المعطى اللي عندكم جديد؟ بعد 11 أفريل يكملوا المحامين الميموار دافير نتاعهم وتتسبوا الكل أكيد باش نعملوا بلاغ وباش نصرحوا بعد ما نعطيكم شنو هما الحيثيات نتاعهم. تو المحامين تخدم وأنا ما نجمش نداخل في خدمة فيزا بوكا سواء في سويسرا سواء في تونس تو يخدموا جروب قاعدين يحضروا توت أن دوسي تبقى. القضية هذه اللي عملناها هي الغاية نتاعها بطبيعة الحال الأساسية هي إرجاع الشابة مرة أخرى لمكانها الطبيعي للرابطة المحترفة الأولى. يعني الهدف توا نتاع هلال الشابة ورئيسة توفيق المكشر وهيئتها القانونية هي عودة هلال الشابة الموسم المقبل 2023-2024 إلى الرابطة الأولى بالقانون وبالتأس. وباش نرجعوا كالعادة باش نرجعوا ومش يقعد يعمل هو 7-7 و8-7 ويستناش مش نسير وباش نرجعوا. كالعاده نفس العمليه راه شويه تفاعلات سيد طريق المكشر وليد قرفيله وسمير وملاحظه احنا نسينا زاد راه للترتيب اللي تبدل اثر حتى على الواحد تاع المجموعات كان ينجم ياثر حتى على التقسيم تاع المجموعات في البطوله نتاع السنه بحكم انه ترتيب الكل باش يتبدل اي بيان سور مع تقزك البول ا ودو الترتيب نتاع الفردي والزوجي واللي غلط سي نورمال معناتها كل هذا تبدل فهمت سي توفيق مساء الخير مرحبا بك مرحبا. حبيت نسألك الناس تتسائل البارح بعد ما خرج الحكم اللي كان منتظر لصالح الشابة حكاية التدليس سي توفيق فما شكون يقول انه الشابة باش تمشي فيها فما شكون يقول انه الشابة ما مشيتش فيها كانت تحطنا تعطينا صورة حول قضية التدليس هل الشابة مشيت في القضية هذه هل ناوية باش تمشي هل انا مش باش تمشي دونك تعطينا الوعد ونحكي ونحب نسألك زادة على الملاعبية اللي قاعدين يخرجوا في كل مرة في وسائل الإعلام ويتشكيوا على فلوسهم وكأنهم معناتها سيد توفيق المكشر ما يحبش يخلصهم اللاعبين هذوما شنو صحيح من الغلط في الحكاية نتاعهم باهي بالنسبة بس تحب نبدا لك بالنسبه شوف من ذلك من الاخر بالنسبه للاعبيه الى الشابه ما عندهاش عام عندها 5 سنوات ولا 6 سنوات تتعامل مع اللاعبيه نتاعها تتعامل بالثقه ولا من غير ثقه بالكونتراتوات ومن غير كونتراتوات احنا عمركم سمعتوا نهار كونه فما اضراب في الى الشابه يمكن سمعتوا لا. في بارتو فما اضراب تاع اللاعبيه احنا ما عندناش اضراب لانه الملاعبي احنا كل ملاعبي جاء معنا سناء كل ملاعبي يسمعوا فيا متفقين على اساس عندنا 26 ماتش يعني الاوبجيكتيف ماشي البلاي اوف ماناش ماشيين حتى البقعه ماشيين البلاي اوف من الاول وجبنا اونتينور من برا ويعرفوا الملاعبي الشيء هذا كل يعرفوه ما كتبش ربي الا غلب بالنسبه الملاعبي اللي تكلم ولا اثنين انا ما ناخذش بالنسبه لي انا ماهمش يعتبروش اكزامبل لانه فيه ملا خلانا مورط معناها تو معقول انت ملاعبي يمشي معناها يلعب في باريس سبورتيف
ويجي معناها تلقى مصحح في كم ديالات على باريس سبورتيف وعامل اعتراف بدين ب 12 مليون معناها في حوانت مفرقه في الشابه. شكون هذا سي توفيق؟ يلعب لا في الشابه؟ لازم العبيه نتكلم انا مصحح اعتراف بدين. هما فما زوز كلموا محمد امين نفزي وفهمي المعوين. تو مش ناخذ نسميهم بالواحد. هما زوز هما زوز. بالنسبه لسي سي سي شو اسمه الثاني اللي تكلم المعويني. لا مش معويني. شكون؟ النفزي وباهي تو نذكروه الثاني مش مشكل. فويتي مومي فويتي مومي فويتي مومي تحياتنا لفهمي المعويني اعتذاراتنا ليه خاطر غلطنا سامح. فويتي مومي اللي جاء وقال انا خذيت 10,000 دينار ومن بعد قال احنا مانيش عارف شكون هبط له شيك ب 24 مليون قال لا انا خذيت 24 مليون. بالنسبه لفويتي مومي ماخذ فوق ال 45,000 دينار بتواصلوا بصح حالهم هو انا مش معقول الشيء هذا وما لعبش معناها كي تشوفوا معنا ما لعبش وما عاونش الجمعيه، ما الا غالب هذوما ناس اللي يجي في حالك كي تاخذ انت ملاعبي عمره فوق 30 سنه وتفعلوا كونتراتو بعام ويجيك يخمم مشكلته كان في الفلوس، سي سي يفول سيتي وفافوار شكون محركه باش يتكلم في الشيء هذا، فهمتي تو انا احنا عندنا 50 ما عندناش الشيء هذا ما عندناش وما عندناش ملاعبيه باش نتكلم. النقطة الثانية يا سيدي. نتكلم مثالي احنا شنو فما هكا فما عندنا بيناتنا فما اللي مشي يشكي في الفيدراسيون يشكي في القضاء كان عنده حاجة مثالي شنو با سوسي، نحن الشاب نعرف كيف تاخذ ملاعبيه في وقت ملاعبي الناس الكل تعرف يجيونا عاصم لعبيه فما عندناش مشكله نتاع لعبيه وما عندناش مشكله مع الاطار الفني وما عندنا حتى شيء بالعكس احنا لعبيه وفرنا لهم كل الظروف اللازمه للشيء هذا وكنا النجم وما نكونوش في الوضعيه هذه. النقطه الثانيه سي توفيق لانه الوقت قاعد يداهم فينا اللي سالك عليها وليد في بخصوص نقطه وقضيه التدليس هل فوزالي رولونسي القضيه هذيا ولا انتهى الموضوع؟ قضيه التدليس باش نقول لك انا من الاخر قضيه التدليس هذه مازال ما بقاش تصريح فيها من التاس لانه التاس عنده زوج قضايا. القضيه الاولى اللي هي هذه دفعنا نحن المصاريف نتاعها ورجعتمنا، القضية الثانية دابا الكليب افريكان مصاريف نتاعها 300,000 فرون. يعني مشيتوا للتاس في قضية التدليس معناتها مشيتوا للتاس. القضية الثانية ما تنساش كوني هي عملت قضية للكليب افريكان كوني أنا دخلت للترا خاطر في بالي تراجعت وأنت عملت تصريحات قلت احتراما للنادي الأفريقي وكذا مش باش نمشي فيها القضية اللي تعطينا معلومة جديدة. لا مش أنا الكليب افريكان عملت هي إثارة ومشيت بها للتاس خسرتها في الهولي في الفيدراسيون مشيت بها هي نفسها للتاس ومازال الحكم بتاعها ما صدرش عند نفس المحكم ونفس معناها اللجنه هذه اللي حكمت المره هذه مازال ما خرجش حكمها تو ياخذ الاسبوع القادم تو يجي ما عادش يبدا تبقى القضيه الاصليه اللي هي نتاع تدليس منشوره هوني في البريغاد كريمينال في تونس. اي وباش نجيك من الاخر انا تو انا بالحكم هذا وبالحكم الثاني بتاع التاس وحتى بعد البريغاد كريمينال راهو احنا ما عندناش مصحه باش نواصلوا في قضيه نتاع تدليس ضد اي فريق مش هذاك السؤال اللي بفريق ما عندناش مش ما عندناش مصلحتنا نحن اليوم ماهيش هذا احنا مصلحتنا ندافع على مصالحنا احنا عندنا حاجه برك اوبجيكتيف الناس الكل تعرف قدامنا الفيدراسيون دايور قلت لك اليوم باش تعرفوا كل شيء راهي التاس معناها حملت مسؤوليه الفيدراسيون فيدراسيون دخلت هي باش تخلص النزاع اونتر دو زيكيب مره وصارت فما حتى قرار نتاع التاس ينجم يحكم لك نهار على الفيدراسيون باش هي تدفع 44,000 فرون سويس ما صارتش الكليب افريكان حكمت عليه ب 3,000 فرون سويس نتاع اجل المحاماه وقت احنا المحامين عاطينا بليس 40,000 فرون سويس. واضح جدا سي توفيق المكاشر رئيس للشباب شكرا على التدخل وكل يعني هذه التوضيح راهو بحول الله باش نبداو واضحين راهو العام الجاي كالعاده مش عامل 7 8 8 15 كاملين 84 راهي باش تكون في الرابطه المحترفه الاولى بحول الله وان شاء الله ان شاء الله خير للرياضه التونسيه خاطر ما عادش فما الكوره ولا الايام اكثر الكل ما عادش فما الرياضه لا ما عادش فما حد شيء ولا مازال فما مكتب جامعي فما نروحوا نورمالمون حتى فما عضو مكتب جامعي البارح بعثت وانا هذاك وقلت له مبروك علينا قال لي مبروك رمضان مبروك علينا نعاونيه وعلى الناس كل ان شاء الله. يعطيك الصحة سي توفيق المكشر، إذا رئيس هلال شباب بعد شوي باش نحكيو على ليكيب ناسيونال فقط كملوا نقطة نقطة ثم جانب رياضي وجانب قانوني معك وليد. حكينا سمير على الجانب الرياضي نحب نقرا لك الكلاسمون توا كيفاش ولا نتاع سيزون عام ناول. الترجي نتاع البلاي اوف الترجي 24 نقطة بطل، الاتحاد المناسيري 23 نقطة مركز الثاني يلعبوا حاليا، معناتها الترجي تشامبيونز ليج والاتحاد المناسيري تشامبيونز ليج ثم الاتحاد المناسيري طايع في الكاف خاطر طاح من تشامبيونز ليج بعد هزيمته ضد الاهلي. النادي الصفاقسي 16 نقطة، النادي النجم الرياضي الساحلي 14 نقطة في المركز الرابع فولا، والنادي الافريقي يصبح المركز الخامس ب 13 نقطة، واتحاد بن قردين 3 نقاط المركز الأخير. النجم كما كنا نقولوا كان أبرز متضرر خاطر بالكلاسمون هذايا ليتوال تكمل الرابعة تلعب كوب دافريك تلعب كأس الكونفدرالية مع نادي رياضي الصفاقسي، وكذلك لولا هدف
الياس الشتي عم ناول في آخر دقيقة ضد اتحاد بن قردين. لو انتهت المباراة بالتعادل لأصبح الاتحاد المناسيري هو في الصدارة وهو بطل تونس. ولا اليوم كنا نجم نحكيه في ديبا أنه سيقع تجريد الترجي من لقب في البالماريس بتاعه وإهدائه للاتحاد الرياضي المناسيري إداريا. شوف وين شنو كنا نجم نعمله اليوم. شوف العبث مني نجم يواصل وشوف حاجة كيما هكا شنو نجم يكون تأثير متاحة في الشارع وفي كذا. سمير سي سيريو اللي نحكيو فيها. شنو سيريو؟ شنو سيريو؟ معناها شتي بونتو اللي كان معناها الاسبيرانس مركب ساعة وذاك عليه في ساعة يدور ومشي هذا روحه كانت تغير المعطيات الكل. رجل لازمهم يعملوا حزب اللطيف الليلة في البارك ولازمهم يعملوا تكريم للياس الشتي الليلة قبل غدوة. تتحط في الميزان كذلك مصداقية البطولة متاعها بيان سور تتأثر حتى على السلم الأهلي سمير السلم القومي بطبيعة الحال. إجا أنت اليوم جمهور الترجي يقول له باش نحيلك البطولة عبث هذا الكل. انت حكيت على الكومبيتونس مي كي تشوف قضيه واثنين وثلاثه سمير وناس عندهم الكفاءه تو انت تعرفهم ربما اكثر من نعرفهم نولي الحقيقه ما عادش نسبق حسن النيه ولي نسبق سوء النيه اكثر من عدم كفاءه. كل شيء جاي ولي نسبق الانتماءات الضيقه الانتماءات نتاع المصلحه الانتماءات الولايات بتبيعها تو الحكايه نحكيو عليها من جوان تعدى ولا الماتش هذاك لو فامو ماتش نتاع في جوان تقريبا الشاب والكلوب افريكان لا قبل في افريل اخر جوله في المرحله الاولى من البطوله عمري في رمضان على عام بالضبط هكا ولا على ماتش عنده عام بالضبط وقضايا ومحاكم نرجعوا بالواحد بالكلام نتاعنا العام التالي ومدى التداعيات نتاعها على البطوله ومدى مصداقيه البطوله نتاعنا كيفاش البطوله نتاعنا معناها تتحط اون فالور كيفاش نتكلموا على الكيب بيرسونال كيفاش نتكلموا على الانديه نتاعنا كيفاش نجموا نحطوا اون فالور للكلوب نتاعنا. مالوغوزمون احنا شيء يوجع القلب الفوتبول نتاعنا كيفاش ولا اللي تعدى في المحاكم اكثر منه تعدى فوق التيران مالوغوزمون نقولوا مازال ها ثم قضيه جديده قلب باش نرجع قضيه جديده وهذا شيء يلزم نقولوه يلزم يقف النزيف هذايا نتاع المحاكم نتاع المحابات نتاع ربما هذا يا معايا وهذا يا ضدي وهذا يا كذا هذا كل يلزم يقف يلزم يقف. اللي يستحق يهز البطوله يهزها واللي يستحق يتيح يتيح في التيران يلزم بالتيران يلزم الماتش تلعب في التيران 90 دقيقه توفى الحكايه نرجع حباب واصحاب كما كنا قبل. علاش وصلنا للدرجه هذه كيفاش وشكون اللي وصلنا للوضعيه هذه وعلاش وصلنا للشيء هذايا الكميه هذه نتاع الكره نتاع كذا علاش هذا الكل عليه بالله عليه هذا الكل. وانت تحكي زاد على دونك هذه الكل اوروزمون اللي البونتو نتاع الشتي اوروزمون كذلك وانا مالكاف وكذلك طوال ماهيش باش تبع حكايه معناها فارغه كيما من نوع هذا كلوب افريكان وسي اس اس يشاركوا وخرجوا مع تحب من الاخر عندنا زوز فرق قادره سنة انها تلعب على المستوى الافريقي المستير والاسبيرونس ما غير ما تغشوا البقيه. اللي يحب يدخل الافريق ويلعب في الافريق يلزم يحضر روحه سي اس اس والاطوال ان شاء الله في المستقبل القريب النادي الافريقي في المستقبل القريب ملعب التونسي سيابي وغيرهم حضروا رواعكم فنيا وعملوا فريق محترم باش ينور تونس لبرا. وهكا شفنا التجربه نتاعنا عم ناول انه مالوروزمون حتى على مستوى التعليقات على المستوى الافريقي يقول لك غريبه تونس مشاركه بفريق وحيد فقط في الشامبيونز ليغ. فين تشوفوا فيها الغريبه؟ اي من خير ملاحظه اخيره وليد نهار الجامعه نحات الكناس سمير نهار الجامعه نحات الكناس تصديقا لكلامك ولقولك انه فما عده فرق ربما تحب تمشي لاني مانيش موافق الحقيقه سي توفيق اللي يقول لك عندهم الامكانيات. لا ما عندهمش الامكانيات معروفين شكون الفرق اللي عندهم الامكانيات وما عندهمش الامكانيات. الجامعه وقتها تثبت قالت القرارات نتاع الكناس تجي مخر معناتها ديكو فما ماتشوات تلعب وترتيب يصير اللي النجم بعد يتبدل. ما قراتش حساب ربما انه باش يجي اليوم فريق باش يمشي للتاس. هذه الحاجة اللي ما قريتهاش لأنه قرارات التاس تعطل أكثر بارشة من قرارات الكناس. لكن هي في ذهنها أنك نحات الكناس أنه القرار الأخير باش يكون عند لجنة الاستئناف. لجنة الاستئناف اللي نعرفوها كيف تدار والحساب شكون تدار والمصلحة شكون تدار. نولي نقولوا زاد ماذا في السنوات السابقة الكل قبل لي كونفلي هذوما نتاع هلال الشابة القرارات زاد اللي وقع اتخاذ من قبل لجنة الاستئناف طيلة السنوات الفارطة الكل نولي زاد وين نقول خويا نشكك فيها سامحني مع احترامي معناتها يا اما فما ان كومبيتونس غير عادية يا اما فما ولايات يا اما قاعدين تحكموا بحاجات معناتها فما نصوص واضحة يا اخي بالك شي
يحكموا من روسه ماهوش اجتهاد هو. يا اما فما كومبيتونس غير عاديه يا اما فما سوء نيه غير عادي ما فماش اوبسيون رقم ثلاثة. هذا كذلك ونختموا الموضوع هذا وليد هذا زاد درس الحقيقه للجماهير الرياضيه بمختلف انتماءاتها باش نقسم التعصب الاعمى وقت اللي بلاتو يجيب زوز اراء قانونيه لو بور اي لو كونتر والاراء المختلفه ما يصيرش اللي صار عامله ونذكروا عامله وشنو اللي صار والجماهير وقت اللي جات الاي اف ام وكتبت حاشاكم بالبابي تواليت اي اف ام والحمله السينيال اللي صارت والهرسه اللي صارت لمجرد انه يقع تناول اعلامي ووجهه نظر قانونيه ضد النادي الافريقي وفي مصلحه هلال الشبا اليوم هاو التاس حكمت. هذا درس للناس الكل نقصوا من التعصب الاعمى وشوفوا الامور بطريقه براغماتيه هكا ولا ولي بقول هذا هو احنا بنحكيه بصفه عامه انه راهو كي نحلوا ولا نجيبوا رجل قانون راهو فما تيكست معناتها فما بيناتنا نص لكن على غالب هذا 90% 95% من جماهير ما لاش غالب لا لا على غالب لازم العقلية تتبدل لازم العقلية تتغير لازم النظرية تاع المؤامرة تتنحى كي نجيبوا رجل قانون راهو باش يعطينا وما نجموش نحن احنا كان جينا نجمو نعطيو النص القانوني تو نعطيو نحن ما نجيبوش رجل قانون انه ربما نجيبوا رجل قانون تكون عنده انتماء مخالف للانتماء نتاع الفريق الاخر مش معناتها باش يعطي الحاجه هو باش يتبع تكست قانوني. واكيد الكلام اللي قلته في الكلام اللي قلته في بلاصتو ايمن درس الجماهير التونسيه انها اليوم تعرف وكي تحكم بالعقل ما تحكمش بالعاطفه الجيشه يودي ثم اهل التكنيكو تكتيك يحلوا يحكي في التكنيكو تكتيك اهل الصحافه تحكي في الصحافه اهل القانون تحكي في القانون راهو ما تنجمش الناس الكل تعرف كل شيء لمجرد انها هي تحب الاسبيرونس ولا تحب ليتوال ولا تحب كذا وما يعجبهاش حاجه على خاطر حاجه معينه ينجم ما يعجبكش ما تولي تتعدي 5 ايام ويصبح حملات فيسبوك وتطيح قدر وتطيح دنيا الكل. هذا درس للجميع وعنا ازمه تاع التسيير زاد ما تنساش خاطر يحكي على الجمهور شكون يتبع التسيير التصريحات تاع اللاعبيه تاع المسيرين المسيرين اللي عندهم باجيت الفيسبوك هي نقطة الانطلاق شنية يا سمير هي نقطة الانطلاق تاع المشكلة وهذايا الشيء اللي مشهورة شنو انا رئيس جمعية كي نوصل لجمهوري رسائل معناها باهية ورصينة وحكيمة وكذا ونتكلم بمنطق الجمهور يتبع الرئيس نتاعو وقت اللي سبحان الله رئيس يتكلم بتشنج ولا مسؤول يتكلم بتشنج اوتوماتيكمون باش يكون فما تشنج من الجمهور. دعوة للمسؤولين وحتى للاعبية والمدربين بالرصانة شوية على مستوى والمشكل الكل شنو المشكل الكل اللي صار المشكل الكل رئيس معاقب يوسف العلمي هبط رئيس معاقب هبط للتيرا 180 مليون دفع النادي الافريقي معناتها فوالا النادي الافريقي وقت اللي هو في ازمه ماليه في عود ما يوفر السيوله يتنحلوا 180 مليون وكي تجي تتكلم في البلاتوات يهيجوا عليك باجيت الفيسبوك يهيجوا عليك عمنا وسمير كي وقت اللي قلت انت مش معقول لازم رئيس نادي الافريقي يكون ثم مينيموم الكلاس خاطر مانيش نعمل في الشعب هويه خويا معناتها هزوك ونبضوك في الفيسبوك بطريقه غير عاديه عمني والجي هاكا الناس معناها قاعده معناها تميل في جمهور النادي الافريقي بالشعبويه نتاعها بالكلام معناها في البلاتوات وفي كذا انا اللي انا نقول لك الحقيقه كلوبيست في الدم انا نحب النادي الافريقي هذاك التاريخ ما يتفسخش اما الشعبويه ما نعملهاش ما تحبش المسؤولين ما نحبش المسؤولين ما نحبش الشعبويه وقلت الكلام هذا فاصل ثم نعاودش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي وما قبل مباراه ليبيا على اي فهم احلى غديو. اهلا وسهلا مرحبا من جديد توا ماضي 3:47 دقيقه باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي وموضوعنا في تاكوتاك تاكوتاك سمير وليد عنا زوز وجهة نظر الفنية الأولى تقول أنه لازم الثبات على تشكيلة واضحة أساسية في المنتخب الوطني التونسي وهذا ما افتقدناه له في الأشهر والسنوات الماضية أنه كل مباراة تشكيلة مختلفة ما عناش أساتير واضحة وهذه نقطة سلبية ونشر وجهة نظر أخرى تقول علينا بتشريك أكبر عدد ممكن من الملاعبية خاصة أنه ثم عناصر جديدة وثم عناصر شابة وثم تغيير بشوية قاعد صاير في الجينيراسيون تاع المنتخب الوطني التونسي بعد ما فزنا بثلاثية في مباراة الذهاب وشفنا تشكيلة مباراة الذهاب هل أنتم مع أم ضد تغيير في التشكيلة الأساسية لمنتخبنا اليوم قدام المنتخب الليبي في بنغازي 40 ثانية الإجابة على السؤال هذايا سمير نبدأ معك الرأي الفني 3-2-1 توب كرونو سمير التغييرات لازم تكون تغييرات جزئية
بسيطه ودقيقه، والمدرب يلزم يقرا حسابه لقوه الفريق وتوازن الفريق نتاعو. مادام الكاليفيكاسيون ماهيش ماتيماتيكمون موجوده عندك بيرسونال، لا ما يلزمش المدرب يجازف بطريقه كبيره ياسر، تجي الفرصه من بعد للملاعبيه الاخرين انه يعطيهم في لي ماتش اميكو ولا اذا كانوا ضمن التاهل نتاعنا باش يجرب بعض اللاعبين، ولكن لو ساتور تاع بيرسونال لازم تكون موجوده مع بعض التغييرات. مانيش مع الفريق كامل مش يلعب، لكن بعض التغييرات تتحكم فيها المنافس امكانياته والماتش وين في رادس ولا البرة وظروف تكتيكيه تعاملات تكتيكيه، لابد من بعض التغييرات الجزئيه مع المحافظه على قوه الفريق ونجاته. لابد من بعض التغييرات لكن جزئيه، ما فهمتش مع دونك انت. انا مع كل ماتش لا كل ماتش والحقيقه نتاعو. كل ما اذا كان الماتش يحتم عليا باش نعاود نفس الفريق نعاود نفس تحكي الفريق. على اليوم ولا بصفه عام مثلا تحكي على اليوم ولا بصفه عام سمير؟ يقول لك لازمنا اوساتور في ليكيب ناسيونال مازال مش واضح، ما نعرفوش يلزم لوساتور نتاع ليكيب ناسيونال. عليه مش واضح لوساتور نتاع ليكيب ناسيونال، هاهم الكوب دي مود موجوده. شكون لا ريال دروان نتاعنا؟ دقيقه لوساتور تكلمت تكلمت على لوساتور الكولوم فيرتيبرال دحمان قدامه الطالبي خليني قدامه الطالبي فما حتى كلام هكا ولا معاه مرياح ولا برون اللي يحبهم قدامه الياس الصخيري والعيدوني ما فيهمش حتى كلام. هذوما اللي ما فيهمش كلام، هذوما لوساتور هذوما اللي ما يتمسوش من 11 مش شويه، هذوما اللي ما يتمسوش، هذوما اللي ما يتمسوش ولا انا نحكي على اللي ما يتمسوش. اربعه من 11 مش أربعة شويه، اربعه لاعبيه علي معلول في الفورما نتاعو ما يتمسش لعب دي نجم يعام لكن مش قاعد يلعب ديما على خاطر المشكله عند علي مش عند الانترنور. علي وقت اللي يبدا في فورما ما يكلم فيه حتى حد. يوسف المساكني كي يبدا في التوب ما يتكلم فيه حتى حد. هذا مهالو ساتيون تاع الكيب بيرسونال موجودين. كي كان الخزري توا عمل الروتريت نتاعو في فورما نتاعو ما يتكلم فيه حتى حد. عندك سبعه ثمانيه ملاعبيه هذوك لو ساتور، يقعد الاخرين شنو يقعد الاخرين انت والفورما. وحتى ساعات في بعض الاحيان تكتيكيا النجم نخرج انا الطالبي ولا نخرج الصخيري لضروره تكتيكيه ممكن. وليد هات وافق الراي والا لا 31 تبكرون. هو راهو كي نحكيو على وساتور ايمن راهو ما نحكيوش راهو نجمو نحكيو على 14 15 ملاعبي، معناتها كيما تلعب مثلا كشريده كيما تلعب دراجر كيما تلعب معلول كيما تلعب العابدي فماش فرق كبير كيما تلعب سليمان كيما تلعب بالرمضه فهمتني. دونك راهو وين ربما نحكيو على تغييرات كيما مثلا نجي في ماتش كيما اليوم تقول لي باش ندخل مثلا العاشوري والعيوني لهنا نقول لك راهو برشا ما يعرفوش برشا الملعب نتاع بنينه ما يعرفوش ملعب بنغازي هنا التغييرات تولي فيها وعليها. انا دونك في الحاله تاع اليوم الحقيقه ضد انه تصير تغييرات في المقابله تاع اليوم، لازم تغييرات مدروسه ولازم اللاعبين يكون عندهم خبره دوليه معينه باش يكونوا موجودين لضمان الترشح نهائيا ومن بعد في المقابلات الجايه اللي تنجم تكون شكليه نجربوا فيها لاعبيه جدد ولا اللي باش ياخذوا ريليف في المرحله القادمه. فما كلاسمو فيفا وفما برشا حاجات. نقعدوا مع التشكيله، تشكيله المحتمله للمنتخب الوطني التونسي باش نحكيوا على الغيابات. دونك دحمان في الكاج، مرياح الغندري في المحور الدفاع، معلول علي سارك شريده على اليمين، صخيري عيدوني حنبال مجبري، العاشوري فراس بالعربي وهيثم الجويني. ديما نحكيوا على التشكيله محتمله سمير السليمي. محتمله اي حافظ على تقريبا على الدفاع نتاعو ولو انه المجهودات اللي قام بها كشريده ماتش كبير ياسر لعبوا مع ليبيا مع المنتخب الليبي الشقيق في رادس، ومعلول كذلك على اليسار معناها قدموا ماتش ممتاز مع مرياح، ثلاثه قدموا ماتش مرتاح. دخول الغندري للضروره لاسباب اضطراريه باعتبار الاصابات وتنحكيوا عليهم الغيابات والاصابات وعاد حمان. الرباعي هذايا نعتقد انه الرباعي معناها قادر انه يامن لنا على الاقل مردود طيب على مستوى الدفاع، ولو انه انا نعتبر انه ماتش ليبيا في رادس كنا متخوفين منه، لكن المردود بكل اسف المردود اللي قدمه المنتخب الليبي مردود ضعيف خلى المنتخب التونسي ما نجموش نحكمه على المنتخب مش مقياس يعني لا مش مقياس. حتى الاخوه في ليبيا والنقاط في ليبيا تكلموا على ربما اخطاء بدائيه على مستوى الدفاع منتخب ليبيا وعلى مستوى المردود بصفه عامه. على كل نتمنى انه ماتش نتاع اليوم المنتخب التونسي يقدم مردود محترم يليق باسم وعراقه المنتخب وكره قدم التونسي. باهي سمير، تم تعويض منتصر الطالبي يوسف المساكني بحمدي العبيدي وعلاء الدين غرام، ما تمش تطرق على التفاصيل لكن السبب هو إصابة بالنسبة للطالبي والمساكني، لكن لاحظنا كذلك غياب ديلان برون واللي ما تمش نون با كومونيكي على الوضعية تاع برون. احنا نتكلموا على لسبري
لسبري دو جروب نتاع ليكيب ناسيونال، روح المجموعه واللحمه ويحب بعضهم بعضا، الفريق الكل متلاحم هكا ولا لا؟ حبا جما، حبا جما. يوسف المساكني ريتو خرج من الماتش لبس عليه، ما عندوش اصابه. وقتاش تضرب؟ وقتاش تضرب؟ شكون اصابه عضليه خفيفه؟ اصابه عضليه خفيفه وانا خاطر باش نمشي معاك اكثر من هكا، ونجم تعطيني تقرير طبي في الموضوع هذا يا جماعه الواحد الطب واحد، يعني مع احترامي للناس الكل. انت قائد الفريق، انت قائد الفريق وقائد المجموعه، حتى كان مصاب تتحول مع المجموعه، ولو اني نستبعد انه مصاب. فما ماتشوات يلعب فيهم في رادس، وماتشوات اللي بلوز وموا في الترطان ويقلقوا شويه وكذا يلزم نرتحوا. هي ما تلعبش مش قراءه ولا عندك معطيات؟ لا لا قراءه ما عنديش حتى معطيات، انا مكلم حد فيهم انا بي. اما يا خويا ومش مره الاولى هذه يوسف مع محبتي ليه الملاعبي بوتسوانا زاد ما يمشي برشا ماتشوات على القياس، برشا ماتشوات على القياس ما يمشي لهمش عليه. ديلان برون قالوا مضروب، ويا اختاش تضرب باي ديلان ما لعبش، اي ما لعبش الماتش الاول شفته حتى على البنك ما تغشش، قالوا مضروب في بالي فيدراسيون لازم يحطوا اللي يحبوا هم، تحاول دون تحاول ديلان الى بنغازي حس ببعض الالام سمير خلال الحصص التدريبيه لليله امس الجمعه. لماذا لم يتم تعويض برون مثلا وليد كما تم تعويض الطالبي؟ و ما نجمش تحول مع المجموعه كما لوكادو من يوسف. برون يقول لك انا اكسيال مش كيما دوز اكس، معناتها وليد زوز في الاكس سي نورمال باش يعيط لك اكس بعد ما تضرب الطالبي بعد ما ما زوز ضربه عليك عادش زوز. لا هو يقول لك زوز في الاكس، اي هو كي يقول لك مثلا يقول لك عندي طالبي ومعاه مريح وعندي وعندي الغندري، عندي الغندري نجم يلعب غاديك على ثلاثه معناتها واحد التعود. اما كي تضرب الطالبي ولا دون لوبليغاسيون باش يعيط للانتروازيم. اقنعك وليد مع وفاليري يلعب في نجم يلعب في الاكس. لا لا انا نحاول نقرا ثلاثه غابوا، ثلاثه سمير سمير الاول اللي اعلنوا عليه ديلان برون، اي لا اللي اعلنوا عليه ديلان برون ونهار نهار السبت، واللي اعلنوا عليه قالوا خلال الحصه التدريبيه تاع الجمعه اللي سبقت المقابله، يمكن وقت اللي ترينا مع اللي رومبلاسون ما نعرفش اللي سبقت مقابله نتاع نهار نهار الجمعه، نهار الجمعه ولا شنو، نهار الاحد العشيه اعلنوا على اصابه يوسف المساكني ومنتصر الطالبي تعويضهم بحمدي العبيدي وعلاء الدين غرا. قداش غابوا هما؟ قداش اصابه؟ ثلاثه ما اي ثلاثه تعيط ثلاثه به مع العلم مش تعيط زوج ما علوش على نوعيه الاصابه شنيا، ما علوش يا راجل يضربها اصابه عضليه وسيبك هو. اما يحبوش يمشيو ليبيا يعني يقول لك من الاخر دونك هو ما بين ابار الطالبي، الطالبي شفته تضرب في الماتش. اما يوسف وبراون ما يحبوش يمشيوا ليبيا، براون متغشش متغشش ما لعبش تيتولير. هو قراءات قراءات هي نهار الاحد سالرني تانا طلع هات نشوف لا لا حتى هو الماتش الجاي ما لعبش ولي الانسانيه في جمعيات شو يعملوا شو ما يعملوش. نتائج تصويت الجمهور 91% مع مع شنو القيام بتغييرات، و 39% ضد القيام بتغييرات. نزلوا اربع دقائق في الحصه باش نخصوهم للشيفر دو جور يخص اتحاد تطاوين والاولمبي البيجي. شيفر دو جور وليد عندنا زوز فرق من جمله سته مش قاعدين يترينيو، واتحاد تطاوين ما ترينيوش منذ مباراه النجم الرياضي صحيح له اسبوع واكثر من اسبوع منذ القيام بإضراب بالنسبة لملاعبي الأولمبي البيجي. كنت أتذكر سمير دخل معنا نطق رسمي الأولمبي البيجي ليت رمضان وقتها قال الأمور الزرقاء والعصافير تزقزق يعني يقولوا النائب رئيس راهو رئيس الفرع استقال. لا لا بأس يا ولدي الرئيس بيكلا بعضها. لا لا بأس به. نسمع السيد توفيق الحسناوي التفاصيل نتاع الإضراب. حق بالتمارين هي ترجع لمسألة الفراغ الموجود على مستوى التسييق. أنا ديما نقول الطبيعة تخشى الفراغ ويركب عليها كل شيء مع الفراغ. المسألة أنه ما عندهمش شكون باش يخاطبهم في غياب الرئيس الجمعية، مستحقاتهم حقوقهم واجباتهم فهمتني، وهذه مسألة تخلي الملاعبين ما تحققوش بالتمارين رغم اللي عندهم نصف نهائي يوم 13 او يوم 12 ولا 13. تهديد بالانسحاب وتهديد بالاستقاله. نعم الهيئه باش تبدل بصحه القلب سوء معناتها تحت التسميات تنعد هي هيئه انقاذ ما فماش باهي. عندنا دونك خبر جديد ورسمي وسكوب الهيئه باش تبدل في الساعات القادمه. رافض الرئيس بالنسبه للاولمبي بيجي اللي رافض انه يخرج لانه عنده خير. خلينا نعطي الخبر انت خلينا نعطيك التعليق. عندنا خبر رسمي من عند الناطق الرسمي يقول انه الهيئه باش تتغير في الساعات القادمه. يقول مساله نتاع الاضرابات هي بسبب الفراغ التسييري وغياب الرئيس. هاي تعليق هي فما الاستقاله تاع نائب الرئيس خليل المنكبي وفما الاستقالة تاع رئيس الفرع كمال قنديل.
والكاتب العام مراد الفرشيشي ومين المال طالبين وبقيت الأعضاء طالبين من الرئيس أنه يخرج السيد كمال ويلي يعتبروه أنه أغرق الجمعية في الديون أنه ما لقاش حلول. الرئيس عنده فلوس عند الأولمبي البيجي قرابة 400 مليون رافض أنه يخرج حتى يسترجع بالفلوس الأموال نتاعو. دونك هذا الكل والفريق لا تمارين لا التربصات لا مقابلات ودية واللي كنا خايفين منه على الأولمبي البيجي بعد الترشح البلاي اوف. وسمير قال شنو الاهداف نتاع الفرق هذيا في المرحله الجايه يبدو انا تهنا في ديما يغشوا على حاجه خايبه دوروا دوروا نرجعوا لها. دونك يبدو انه تاول الهدف انه تحقق الهدف بالتواجد في البلاي اوف الحقيقه ما على ما يبدو ثم تطبينات مانيه داخل ان شاء الله والله ان شاء الله العائله تاع الاولمبي البيجي انه باش يعطيه الولي ربما يدخل السلطات الجهويه تتدخل وليد باش يمشي يعني الرئيس باش يعطيه الفلوس نتاع الرئيس ثم تطمينات ماليه دون سو سونس وباش الرئيس يمشي شكون اللي باش يعطي زعما الله تسال فيها ما تدري جاوب المصباحك اللي يخرج في البيبليسيتي هذيك اللي يبدا بالاو يوفى بالتي وفي يوسف ثم جي هذاك يعطيك الصحه. ضرب تمارين ضرب تمارين النادي الافريقي ما فماش لا ما فماش اللي صار تاخير معناتها تاخرت الروزنيما تاخرت المقابلات زادوهم في الراحه الحقيقه حتى بعض اللاعبين حكيت معاهم من النادي الافريقي ما فماش ما صارش. يعطيك صحة وليد قرفالة سمير السليمي شكرا للجميع في المتابعة متقنة كالعادة إن شاء الله غدا في حلقة جديدة من سبور بلوس شاهية طيبة. بعد شوية يجيكم محمد الخميس.